جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدينا لهذا اليوم خصصناها للأخبار العلمية والتكنولوجية، والبداية من صحيفة القبس الكويتية التي نطالع منها: أستراليا تبني أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم. جاء في تفاصيل الخبر: ستشهد أستراليا قريبا تشييد مزرعة شمسية ضخمة ستكون الأكبر من نوعها في العالم، مكونة من 3,400,000 لوحة شمسية ومن 1,100,000 بطارية. ومن المتوقع أن ينتهي المشروع بحلول نهاية العام، لتتفوق المزرعة الشمسية الضخمة على مثيلاتها من حيث سعة البطاريات الإجمالية. إلى صحيفة اليوم السابعة المصرية مشاهدين، التي اخترنا منها لكم: سالي، روبوت جديد لإعداد السلطات وحساب السعرات الحرارية. طورت شركة أمريكية روبوتا جديدا أطلقت عليه اسم سالي. الروبوت يمكنه إعداد أنواع السلطات المختلفة ومعرفة الفرق بين أكثر من 20 مكونا مختلفا من الطعام، مع تقديم معلومات عن عدد السعرات الحرارية الدقيقة بالمكونات. صحيفة الوسط البحرينية مشاهدين عنونت بين صفحاتها: تطوير شاشات للهواتف الذكية تصلح نفسها ذاتيا. طور علماء أمريكيون مادة ذاتية الشفاء يمكنها العمل على إصلاح شاشات الهاتف المكسورة ذاتيا. الباحثون تمكنوا من ابتكار تلك الشاشات باستخدام البوليمر المطاط مع الأملاح الأيونية، وتم إجراء مجموعة من التجارب الأولية على شاشات مكسورة نصفين، وعادت ولحمت نفسها خلال 24 ساعة فقط. وختام هذه الجولة الصحفية القصيرة مشاهدين من صحيفة القدس العربي وسناب شات يضيف خاصية البحث عن البحث في القصص. أضاف تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات خاصية جديدة تتمثل بإمكانية البحث عبر القصص، ومن المقرر الكشف عن الخاصية الجديدة في عدد من المدن الأمريكية يوم غد الجمعة دون تحديد أسماء تلك المدن.